بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج ساعة صراحة. متى سينتهي العالم؟ هل نحن على وشك أن ينتهي هذا العالم الذي نعيش فيه؟ من يقرأ ويطلع على كتابات الباحثين المتخصصين في كل الديانات، الإسلام واليهودية والنصرانية، الكل متفق على أن العالم قد اقتربت نهايته وأننا في الحقبة الأخيرة من هذا الزمن. الكل متفق، لا يجادلون في هذا، بل إن بعض العلامات تشترك فيها كل الديانات أنها علامة من علامات خراب الدنيا ونهاية هذا العالم الذي نعيش فيه. وما الأحداث العالمية التي نراها اليوم إلا بعضها إذن وعلامة على قرب خراب هذا العالم ونهايته، وكأنه الميت الذي بدأ يحتضر يوشك على موته. ألا ترون من ما حولكم من علامات أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أنها إذا ظهرت فإن نهاية العالم قد اقتربت؟ انظر إلى ما حولك من علو الناس وتطاولهم في البنيان، هذا يرفع وذاك أعلى منه، وهذا يزيد بضعة أمتار وهذا يتنافس معه، يتطاول الناس في البنيان. كثرة القتل الذي ينتشر الآن في الأرض، سماه النبي الهرج. قالوا ما الهرج؟ قال القتل القتل، إذا حصل فارتقبوا الساعة، انتظروا الساعة. حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا يدري القاتل لما قتل. لو تسأل بعض الناس ليش تقتل؟ ما يدري. ولا يدري المقتول لما قتل، ينتشر القتل في الأرض. اليوم نشرات الأخبار ما تلحق، قتلة في هذا المكان، قتلة في هذا المكان، قتلة في هذا المكان. صارت الدماء الناس اليوم أسهل وأرخص ما يكون، جثث تحمل بجرافات وترمى في مدافن جماعية. ليس للناس أي احترام للإنسان نفسه. انتشار الزنا وفشوه في أراضي المسلمين قبل غيرهم، هذا إذن لقرب قيام الساعة. انتشار الربا في كل مكان، حتى لو لم يأكل الإنسان الربا صراحة أكله حيلة، يصيبه من غباره إن لم يأكله شراحة. الربا، الزنا، انتشار الخمور، انتشار العازفات والأغاني والمغنيات والراقصات، هذا كله أذان من الله لقرب قيام الساعة، إذن بقرب نهاية العالم. قال صلى الله عليه وآله وسلم، سيكون آخر الزمان خسف ومسخ وقذف. قال متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات وشربت الخمور. قينات يعني المغنيات، حتى صرنا في كل واد، في كل إعلان، في كل مجلة، في كل جريدة، صار الإنسان حتى لا يتخلص من المعازف والموسيقى، حتى في المسجد، في هاتفه، في سيارته، في كل مكان. هذا كله علامة من علامات الساعة. يخبر النبي عن أمر إذا حصل فإن الساعة قد اقتربت. قال ستخرج نار من الحجاز. الحديث هذا صار له كم؟ صار له أكثر من 1400 سنة. ستخرج نار من الحجاز، نار تشتعل، تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، أي بصرة؟ بصرة الشام. شوف المسافة، آلاف الكيلومترات من المدينة، من الحجاز إلى بصرة، النار تشتعل هنا وهناك، يرون ضوءها، يعني مئات الكيلومترات، تقريبا ما يقارب الألف إلا قليل من الكيلوات. طيب هذه المسافة والرسول يخبر بها، يقول وإذا حصلت فإن الساعة قد اقتربت، هل هذا الأمر حصل ولا ما حصل؟ حصل سنة 654 هجرية، يعني قبل أكثر من ما يقارب 800 سنة من الآن حصل هذا الأمر، وخرجت النار وذهب الناس إلى المساجد وجلسوا فيها يبكون وظنوا أن الساعة قد قامت، ولكنها علامات فقط، مؤشرات أن الإنسان يموت وأن العالم سيخرب وأن النواميس بدأت تضطرب. علامات أخرى، يوم من الأيام أحد الصحابة جالس مع أحد التابعين في مكة، يسأله يقول له متى تقوم الساعة، يعني شنو العلامات؟ قال له اسمع، الصحابي يكلم التابعي، وأكيد هذا الكلام ما جاب من عنده، أكيد سمع من الرسول. قال له اسمع، إذا رأيت مكة، شفت مكة هذه اللي أنت فيها الآن صحراء كانت، إذا رأيت مكة قد انبعجت كظائم، يعني حفرت فيها أنفاق، وعلى بنيانها رؤوس الجبال، صارت المباني مثل الجبال طولها، فاعلم أن الأمر قد أضلك، يعني الساعة قد حان وقتها.
الآن هل يوجد في مكة أنفاق؟ وهل رأيتم عمارات شاهقة؟ إذا حصل هذا فاعلم أن الأمر قد أضلك. الأمر كثير وخطير. لو ننظر إلى يميننا وشمالنا، تقارب الزمان هذا من علامات الساعة. صارت السنة كشهر، والشهر كأسبوع، والأسبوع كيوم. سبحان الله، يبدأ السبت ينتهي الأسبوع مباشرة. واليوم كساعة، والساعة كحرق السعفة. من علامات الساعة أن تنتشر التجارة وتفشو بين الناس وتكثر الأموال حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. هذا حاصل ولا محاصل؟ من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحصلت اليوم، موت الفجأة. قال: ويظهر موت الفجأة، الإنسان يموت بلا سبب. واسألوا الأطباء لما يأتيهم المريض، ما في شيء، سكتة. طيب شنو السبب؟ ما في أي سبب. أحيانا فجأة يسقط الإنسان ويموت. هذا كل علامة من علامات الساعة، أن ينقلب الناس، المفاهيم تتبدل، يصير الصادق كاذب والكاذب صادق، والأمين خائن والخائن أمين، وتنقلب المفاهيم عند الناس. هذا كله من علامات الساعة سيأتي على الناس. سنون خداعات، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويخون الأمين ويؤمن الخائن، وينطق الرويبضة. قالوا: من الرويبضة؟ كل هذا فهمناه، الرويبضة ما فهمناها. قال: الرجل التافح يتكلم في أمر العامة. من علامات الساعة أن يكثر العقوق بين الناس وقطيعة الأرحام وتهارج الناس، وتهارجهم كالحمر. أن يأتي الرجل المرأة في الشارع أمام الناس في الطرقات يجامعها، حتى أن أفضلهم وأحسنهم يقول: لو وريتها وراء الحائط، يعني سوها لكن انخش. هذا أشدهم يعني دينا وعفة. هذا كل العلامات التي نراها حولنا اليوم في كل مكان، وسوف تأتي علامات أكبر من هذا، وسوف ينتهي العالم. وهناك أشراط تسمى الأشراط الكبرى، إذا بدأت واحدة فإنها كالمسبحة تتساقط البقية مباشرة. هل نحن على أعتاب علامات الساعة الكبرى أم لا؟ قبل ما أبدأ وياكم ونخبركم ما الذي سيحصل، يمكن نعيش ونشوف هذا الوضع إذا بدأت العلامات الكبرى، وهل نحن على مشارف علامات الساعة الكبرى؟ قبل أن أبدأ معكم أيضا أذكركم بعلامة من علامات التي ذكرت في الأحاديث. من فينا راح المسجد النبوي؟ المسجد النبوي الآن من بعيد لما تصور بالفضائية يصير لون أبيض، يرى كأنه أبيض. صور بالفضائيات، موجود الآن بالإنترنت. ومن دخل المسجد النبوي خدم خدمة ما خدم عبر التاريخ، من جمال المبنى ومن الفخامة، جزى الله القائمين عليه خير الجزاء. صار المسجد النبوي كأنه قصر من القصور، بل أفضل حتى من القصور الموجودة. وأبيض إذا رؤية من بعيد يتلألأ. الدجال جاء في الأحاديث إذا أراد الدخول إلى المدينة ما استطاع، الملائكة تمنعه، فينظر من بعيد من وراء الجبال، ينظر فإذا به يرى المسجد النبوي. قبل كم سنة المسجد ما يرى من بعيد، اليوم بنيانه الجديد يرى من بعيد. شو يقول الدجال؟ شوف شو يقول. يقول: هذا مسجد أحمد، هذا القصر الأبيض، ما صار أبيضا إلا في هذا الزمن، وما صار بهيئة قصر إلا هذه الأيام. هل هو تمهيد لخروج الدجال؟ العلم عند الله. هل راح يتغير بناءه ولا لا حتى يخرج الدجال؟ العلم عند الله. لكن أنا أقول لك للعلم، ما كان هذا لونه، وما كان هذا شكله، وما كان يرى من بعيد قبل مئات من السنين. أما الآن فقد وصل إلى مرحلة ذكرت في الأحاديث. قد يكون قد يتغير، لكن اعلم أننا كما قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم. قال الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. الناس وين عايشة؟ يرون علامات الساعة في كل مكان، لكنهم للأسف لم يستشعروا إلى الآن أن هذه مؤذنة بقرب نهاية العالم. إحنا ما نعرف متى ينتهي العالم، ما حد يعرف. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها،
إلى ربك منتهاها. آيات كثيرة تدل على أن علم منتهى الدنيا وقيام الساعة عند الله جل وعلا. لكن عندنا علامات تدل يا أخي الكريم ويا أختي الفاضلة على أننا نعيش في الزمن الأخير. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل 1400 سنة ويزيدون، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بين الأصبعين السبابة والوسطى، لأنه آخر الأنبياء، لأن الرسالات ختمت به، لأننا في الزمن الأخير الآن، لأننا في الحقبة الأخيرة، والناس لا زالت غافلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حتى لا تطول الغفلة وحتى لا تأتينا الساعة ونحن غافلون، إليكم هذه الحلقة. سوف أذكر لكم ما الذي سيحصل في نهاية هذه الدنيا التي ربما نعيشها وندركها. ما هي الأحداث الأخيرة إلى نهاية العالم؟ وهل نحن على أبوابها أم لا؟ وما هي بداية أشراط الساعة الكبرى التي إذا بدأت فلننتظر الساعة وقيامها؟ هذا كله ما سوف نذكره إن شاء الله في هذه الحلقة. كونوا معنا حتى نكون مستعدين ولا نكون من أصحاب القلوب الغافلة اللاهية التي تأتيها الساعة ولم تستعد لها. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، ونحن نتكلم عن نهاية العالم. الكل متفق أننا مقدمون على نهاية العالم، لكن كيف سينتهي العالم؟ قبل أن نبدأ بسلسلة الأحداث الأخيرة حتى تزول الدنيا وحتى ينتهي العالم ويقبل الناس على ربهم، هناك شيء اسمه أهوال القيامة. كيف سينتهي العالم؟ ينتهي العالم بدمار في الأرض، كواكب تتناثر، بحار تتفجر، أرض تتزلزل. هذه الدنيا التي نعيشها اليوم، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. هذه البحار التي تراها تتفجر يوم من الأيام، هذه الأرض التي تثبت الآن أنت عليها سوف تتزلزل إذا زلزلت الأرض زلزالها. إحنا اليوم لما نشوف طوفان في تسونامي ولا في بعض الأماكن، الصور تجعلنا نرتعد خوفا. هذه أحداث دنيوية ترى لا شيء من أهوال يوم القيامة. راح نحط لكم تقرير عن أحداث دنيوية، بس أحداث دنيوية، وبعضها مونتاج خيالات علمية بس تبين لك بعض الأمور، يعني الأحداث الكونية. لو نيزك سقط على الأرض، لو البحر ماج على وطغى على الناس، لو أن بعضها من أفلام، بعضها خيالات علمية. وأكثر هذا التقرير ترى حقائق، بعض البراكين تتفجر، بعض الجبال تسيل، بعض الحوادث الكونية. إما هذه الصور حقيقية أو صور خيالات علمية. شنو مقصودي بهذا التقرير؟ فقط ليقرب لك، مستحيل أحد يصف القيامة أهوالها، لكن أبي أبين لك كيف الإنسان يخاف من أحداث دنيوية، كيف بأحداث حقيقية أخروية. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. الآيات التي تقرأ في التقرير مو علشان يعني الصور ما تفسرها، لكن فقط علشان أذكرك بيوم القيامة. شوف هذا التقرير وشوف الأحداث، سواء كانت حقيقية أو خيالية، شوف الأحداث وحاول تتفكر في أن يوم القيامة شلون راح يصير. إذا كان الطفل الصغير يشيب شعره من هول ذلك اليوم، ماذا سيحصل للإنسان الذي أذنب ذنبا عظيما؟ خلينا نشوف التقرير ونكمل معكم أحداث نهاية العالم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. طبعا هذا الذي رأيتموه هذه خيال بعضها حقيقة والكثير من هذه الصور حقيقية وبعضها خيالات علمية لكن الحقيقة التي ستكون في نهاية العالم لا تقارن أبدا بما رأيتموه. عمرك شفت جبل يعلو السحاب ينسف نسفا من الأرض جبل كامل ينسف؟ يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يمكن الناس لما تشوفهم يصرخون ويصيحون تخاف شوي، كيف لو رأيت الناس سكارى وما هم بسكارى؟ الأم وقت الأزمات إذا شافت ولدها شالته، لكن في ذلك اليوم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. تقط ولدها وتنحاش عنه، لو يبكي الولد ويستغيث بأمه فإنها لا تلتفت إليه،
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. متى تأتي هذه اللحظة؟ سوف يأتي يوم من الأيام. شوف تسلسل الأحداث، نهاية العالم، الأحداث والعلامات الكبرى الآن سأسردها لك، وأنت الآن عيش هذه الأحداث علشان إذا شفت شيء منها تتذكر كلامي هذا وتنتبه، لأن أكثر الناس راح يكونون في غفلة وما راح يدرون أن هذه علامة من علامات الساعة الكبرى. الكبرى يعني نهاية العالم، يعني خلاص انتظر الساعة تقوم وانتظر هذه الأهوال تحدث. بدايتها يكون المسلمون مع الروم في حلف معاهدة بيننا وبين أهل الروم، نقاتل عدو، إحنا معاهم في صف واحد نقاتل عدوا من ورائنا. ما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال عدوا من ورائكم تقاتلونهم فتغلبون، إحنا أهل الإسلام مع الروم نقاتل عدوا ونغلب هذا العدو، بعد ما نغلبه يصير الغدر، الغدر بيننا وبين أهل الروم، طبعا هم يصدر منهم الغدر ويصير القتال بيننا وبينهم. طبعا في هذه الأثناء يكون الأرض، تكون الأرض قد امتلأت بالظلم والجور والعدوان. في مثل هذه الأيام ومثل هذه الأوقات يبعث الله رجلا في الأرض من آل بيت النبي، من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. يعني بعد ما امتلأ الظلم في الأرض، كل مكان ظلم يصير، ظلم على مستوى العالم، ظلم الشعوب، ظلم الناس، ظلم الأطفال، ظلم النساء، يبعث الله هذا الرجل. هذا الرجل في البداية ما كان راضي إن يقود الناس، لكن يلزم إلزاما، قوم خلاص، ما في أحد يقود الأمة، صارت أمة بلا قائد، صارت أمة تريد من يقودها إلى النصر وإلى العزة. فيضطر هذا الرجل أن يقود الأمة. يبايع وين؟ وصف النبي بدقة، قال يبايع بين الركن والمقام. اسمعوا هذا الكلام، كل أحد صحيح، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبايع هذا الرجل بين الركن والمقام، فيحمل راية الجهاد في سبيل الله. آخر الزمان ما في لعب، اللي من الآن الناس قاعدة تخاف من كلمة الجهاد في سبيل الله وقاعدة تسمي للناس هذا إرهاب وهذا تطرف، انسى، في آخر الزمان لابد أن ترفع راية الجهاد في سبيل الله. فيلتف الناس حول هذا الرجل الذي يسمى بالمهدي، المهدي الذي يقود الناس لنصر مؤزر. القتال سيكون بين أهل الإسلام وبين أهل الروم، من الذي سينتصر وماذا سيحدث في تلك الأثناء؟ ربما نعيش هذه الأحداث، ربما، والعلم عند الله، نحن على أبوابها ما ندري، هذا كله عند الله عز وجل، التقدير عند الله. لكن ما الذي سيحصل؟ ماذا سيحدث في المعركة؟ من سينتصر؟ من سيهزم؟ العلامات الأخرى